مكتبة كلية الطب في جامعة ميسان تعد من المكتبات التي تحتوي على الكتب المنهجية التي تخص الطلبة، إضافة إلى الكتب التي تخص الأساتذة في كلية الطب والأطباء. وتضم هذه المكتبة إلى الكتب العلمية النادرة والحديثة والمواكبة للتطور العلمي، إضافة إلى ذلك الكتب المنهجية التي تخص المراحل الدراسية من المرحلة الأولى إلى المرحلة السادسة، إضافة إلى استعارة الأطباء إلى الكتب العلمية التي تخص المناهج التي تقدم إلى الطلبة في المراحل الدراسية. وتعد مكتبتنا في جامعة ميسان كلية الطب من أفضل المكاتب العلمية التي تحتوي على الكتب العلمية الجيدة المواكبة لجميع المناهج العلمية الحديثة، سواء من الكتب الجراحة والباطنية والنسائية والأطفال، إضافة إلى تطور الطلاب في معالم الاستعارة لقيام بالمناهج العلمية والبحوث واللوكبوكات والسيمينارات التي يقوم شعبة تقنيات المعلومات هي إحدى الشعب الإدارية والمرتبطة مباشرة بمعاون العميل للشؤون الإدارية. وتضم شعبة الإنترنت في كلية الطب وحدتين، هي وحدة الإنترنت ووحدة البريد والحكم الإلكترونية. وتقوم شعبة تقنيات المعلومات بإدارة مركز الإنترنت الخاص بطلبة الكلية، حيث يتكون من 15 حاسبة مكتبية ذات مواصفات جيدة، وتضم بداخلها مكتبة إلكترونية تحتوي على جميع الكتب المنهجية ابتداء من المرحلة الأولى إلى المرحلة السادسة، وكذلك على كتب خارجية على صيغة PDF. كما تقوم شعبة تقنيات المعلومات بإدارة الموقع الإلكتروني للكلية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتم نشر كافة أخبار ونشاطات الكلية ويحتوي على برنامج التعليم المستمر، إضافة للبحوث العائلة وخارج العراق، إضافة إلى بوابة لخدمات الطلابية حيث تحتوي على نتائج الامتحانات النهائية وأسماء الخريجين والطلبة الأوائل واستمارات براءة الذمة وغيرها كثير. وكذلك تقوم الشعبة بإدارة برنامج الحوكمة الإلكترونية الموجود ضمن سيرفرات في داخل الشعبة، وتزويد جميع شعب وفروع الكلية بخطوط للتواصل خلال عمل البرنامج، حيث أن البريد في الكلية يتم تحويله إلى إلكتروني وتفريقه إلى أي جهة في الكلية. وقد تم العمل في هذا البرنامج قبل حوالي عام من الآن. شكرا جزيلا.